مشاهدونا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في هذه الحلقة في برنامج اتجاهات من الرسالة الفضائية المستقلة. دوما أتمنى لكم الصحة والعافية، وللوطن العزيز الجريح الأسير السجين الحرية والانعتاق والصحة والعافية. في هذه الحلقة التي أبتدرها بالسؤال: من منكم أيها الناس نازع أفورقي في حكمه، أو نافسه، أو ضايقه في حكمه؟ كل واحد فينا كده يحاول الإجابة على هذا السؤال. للإجابة على هذا التساؤل، أنا يعني حاولت أبحث عن أكثر الحكام الدكتاتوريين في العالم. يعني العالم شهد دكتاتوريات كثيرة، لكن خطيت السؤال كده عشان أشوف في السؤال يجيني الإجابة تكون كيف. فتعرفت على 11 دكتاتور شهدوا بالتاريخ الحديث يعني، ودار أعمل مقارنة بين هذا الدكتاتور الذي يعيش، وطبعا تخطى الدكتاتورية، وصل إلى حاجة اسمها ما أعرف نخطة فين ذاته، لكن قد نأخذه كدكتاتور. فعشان أجيب على التساؤل: من منا نازع هذا الحاكم بأمره في إريتريا الثائرة، الشعب المناضل الصبور؟ فعشان أجيب على ذلك التساؤل رجعت للتاريخ، ووقفت على عدد من 11 من أكثر الحكام ديكتاتورية في العالم. خلونا أقرأ لكم، هذه هي عناوين خفيفة، وبعدين ندخل إلى موضوعنا. طبعا ابتلي التاريخ بوجود شخصيات تاريخية وصلت إلى سدات الحكم، وتميزت بإنفاذ قراراتها الذاتية وغرابة أطوارها وتوجهاتها، بالإضافة إلى نزوعها إلى التسلط المطلق لتفرض نفسها بطريقة في صفحات التاريخ. أول أولئك الدكتاتوريين الذين خطتهم الدراسة كان الحاكم بأمر الله، وهو سادس خلفاء الفاطميين في مصر، ويعرف بالخليفة المجنون، كانوا هكذا عرفته كتب التاريخ. هذا الخليفة المجنون بويع بالخلافة وعمره 11 عاما، وسع دائرة السلطان الفاطمي حتى مدينة حلب سوريا، أسس مكتبة ضخمة تدعى بدار العلم، أعدم النصارى في فلسطين، دمر أكبر كنيسة بالقدس، ذلك أحد أسباب الحملة الصليبية الأولى، اشتهر بقوانينه الغريبة مثل منع أكل الملوخية للعامة وتحريم لعب الشطرنج، نهايته كانت غامضة. هذا دكتاتور. دكتاتور آخر أتيلا، وهو ملك الهون، قبائل المحاربة في شمال آسيا الوسطى، ظهروا في القرن الثالث قبل الميلاد واحتلوا الصين. قتل أتيلا أخاه ليستأثر بالحكم، وهاجم الإمبراطورية الرومانية مرات عدة خارقا معاهدات السلم. كان وحشيا وهمجيا ومحاربا، لكنه كان حاكما عادلا لشعبه وشجعا للعلم. توفي أثناء الاحتفال بزواجه، لكنه جاء ضمن الدكتاتوريات. إيفان الرهيب، أول حاكم روسي يعطي لنفسه رسميا لقب قيصر، بدأ في أول الأمر بتأسيس دكتاتورية قيصرية على حساب سلطة النبلاء الإقطاعيين، وتوسع بروسيا شرقا محققا انتصارات عدة. تسلطت عليه فكرة وجود مؤامرات تحاك ضده، ما جعله يدخل في نوبات من الهياج والقتل. قتل في أحدهما ابنه ووريثه. هانيبال قائد قرطاجي على الشاطئ الشمالي لإفريقيا، وعدو رهيب للإمبراطورية الرومانية. اشتهر بعبقريته في رسم الخطط العبقرية العسكرية، وبالذات واقعة عبور جبال الألب لصحبة الأفيال والحمولات الهائلة، ما يعد لغزا في التاريخ العسكري، خاض تاريخا طويلا من الصراع مع الرومان، انتهى بقتل نفسه بالسهم. موسوليني، دكتاتور إيطالي ومؤسس الفاشية،
نظم موسوليني أتباعه معظمهم من المحاربين القدامى ليصل إلى رئاسة الوزراء ويغير الحكومة تدريجيا إلى ديكتاتورية. دخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات هتلر، وهو واحد من الديكتاتوريين، تم عزله من قبل الملك وإعدامه لاحقا رميا بالرصاص. جنكس خان، غازي مغولي وحاكم لإحدى أكبر الإمبراطوريات في التاريخ، نظم جيشه وهاجم إمبراطورية الصين الشمالية ليحتل معظمها في أقل من سنتين. استولى بعدها على أفغانستان وتركمانستان وبلاد فارس وأجزاء من أوروبا. اتسمت حروبه بالمذابح والوحشية والحرص على اقتناء أحدث الأسلحة في حينها. باتيستا، حاكم ديكتاتوري لكوبا، أصبح قائدا للجيش الكوبي واستولى على حكم كوبا في انقلاب دموي. حكم البلاد بالحديد والنار واستعان على حكم مواطنيه بالانقلاب الأجنبي وأسرف في الإنفاق العسكري. أمضى حوالي 26 عاما في الحكم، انتهت بثورة فيدل كاسترو. ماو تسي تونغ، المؤسس الرئيسي لجمهورية الصين الشعبية في القرن العشرين. ورث ماو دولة يرثى لها من الفقر والحروب، فأعاد توزيع الأراضي وأنشأ الصناعات الثقيلة. وحين نشبت الثورة الثقافية جند ماو الشباب في الحرس الأحمر وجيش التحرير الشعبي لمهاجمة خصومه وتدعيم صورته كديكتاتور معصوم من الخطأ، فارضاً كتابه الأحمر كدستور للصين وللصينيين جميعهم. بوكاسا بدأ كقائد للجيش في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكنه بعد انقلاب عسكري أطاح بسابقه. توج نفسه إمبراطوراً في احتفال أسطوري، كان ديكتاتورياً مطلقاً، فلم يكن هناك أي برلمان ولا وزراء ولا دستور، وكان ينفذ القوانين التي يضعها بنفسه. ارتكب المذابح في بلده وعذب خصومه وأخذ أموال الأغنياء لأجل حفلاته، وأهدى الدول الإفريقية اليورانيوم والماس الخاص ببلده، مما أدى لانهيار الاقتصاد. تيمورانك، فاتح تتري، أصبح حاكما لبلاده في تركستان بعد أن تخلص من منافسيه. بث في رجاله روح الجرأة والتضحية بالنفس، ما جعل جيشه مهابا بين الأمم. ومع أنه كان يقتل آلاف الأسرى ويلقي بجثثهم في المستنقعات، إلا أنه كان يشجع الفنون والآداب والعلوم والعمارة في بلاده. نيرون، إمبراطور روماني، وصل إلى الحكم في سن 17. عاشت بلده في الخمس سنين الأولى من حكمه في رخاء كامل، لكنه لاحقا أصيب بما يشبه جنون العظمة، حيث قتل أمه أجرينا وزوجته على التتالي أوكتيفيا وبويا ومجموعة كبيرة من الأرستقراطيين والأثرياء وجميع أساتذته، قتلهم جميعا. وعاث في البلاد فسادا إلى أن أحرق روما بحريق هائل ظل مشتعلا لمدة 9 أيام، أنهى حياته منتحرا. من هذه الدكتاتوريات التي وجدتها تشبه دكتاتور أسمر الحاكم بأمره، بوكاسا ونيرون، هؤلاء الأقرب إلى أفعال وممارسات هذا الدكتاتور الذي والله ربما فاق هؤلاء كلهم، لكن الذي يشبه بوكاسا ونيرون. الآن عزيزي المستمع وعزيزي المتابع، أعود إلى السؤال: من منا نازع هذا الدكتاتور حكمه؟ ربما هؤلاء الدكتاتوريين الذين صنعهم التاريخ أو صنعوا تاريخهم الدكتاتوري بأنفسهم، ربما كانت منافسات، شهدنا انقلابات، منافسات هنا وهناك، لكن ليسألنا كل واحد نفسه: من منا نازع هذا الدكتاتور الحاكم بأمره ليذيق البلاد والعباد كل ما لم حتى ما قريناه في كتب التاريخ؟ لأنه الرؤساء الذين عاصروا فترة الحاكم بأمره، رئيس الاحتلال الجديد في أسمرة، في ديكتاتوريين طبعا قضى عليهم التاريخ على شاكلته في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها. هؤلاء أولئك الدكتاتوريون
ربما كانت هناك منافسات قوية وحرص وتربص من هذا وذاك، فصنعت بهم الأحداث أن يصبحوا دكتاتوريون. لكن والله بالعودة إلى هذا الدكتاتور الحاكم بأمره الآن في أسمرة، والبلاد تعيش طبعا في مهب الريح، يعني كل الاحتمالات مفتوحة. لو رجعنا إلى الخلف قليلا، وطبعا للقصة بداياتها كما يقال، يعني كده نشوف هذا الرجل من الذي نافسه عشان يصنع من نفسه دكتاتور ويقول أنا ربكم الأعلى. لو جينا لتاريخ التنظيم الذي تنظمه أو ترأسه، حتى الذين أسسوا التنظيم أثبتت الأحداث والتاريخ والوقائع كلها أنهم لم ينافسوا، بل لم يفكروا ذاته يزاحموه في المقعد الذي كان فيه، حتى لما كان نائب الأمين العام، ولا قبل أن يكون نائب الأمين العام، حتى لما المنافستو حقه نحن على ما نحن أهدافنا، حتى لما تزعموا، يعني الذين يعني برزوا كمنافسين له ما كانوا أولئك المنافسين، إلا فترة قصيرة جدا أولئك المتعلمين المثقفين وتحت ذرائع مختلفة كده شالهم. يعني أنا في ظني أنه لم يكونوا أولئك المنافسين الذين يهددون وجوده كقائد أو كرجل له رؤية مثلا، لكنه انتهج هذا. يعني هو وضع تصور وسيناريو ونظريات مؤامرة في رأسه، إنه كل من هو مش هو أهل للمنافسة، بس أنه يمكن أن يخدم شعبه، ممكن أن يخدم تنظيمه، ممكن أن يكون له شأن. والشؤون دي ما كلها حكم، الشؤون ليست كلها سياسة وحكم وقيادية. أحيانا في ناس يعني عندهم إنجازات في مجالات لا ينازعونك الحكم يعني، لكن هذا الفرعون خط في رأسه إنه كل من حتى من لم يبادر بالسلام عليه أو ينحني شوية ويعني يظهر له الولاء المطلق، طوال خطاه إنه هذا منافس وخطير فلا بد من إزالته. هذه النظرية التي قام عليها هذا الفرعون ابتداء من أول، يعني حتى وهو يهاجم أعضاء جبهة التحرير الذين كانوا ينشطون حتى من المرحلة الثانوية، يعني منذ ذلك الوقت هو ربما كان يشوف أولئك الطلبة اللي كانوا مشحونين بالمراحل الثانوية، وحتى لما دخل الجامعة في أديس، أولئك الذين كانوا ينشطون في العمل الوطني، أنا في ظني أنه خدتاهم هؤلاء يعني أعداء، ولا بد أن يتربص بهم ولا بد أنه يكون يعمل شيء. فقام بهندسة فكره، سواء كان من عندياتي أو من عنديات الإمبراطورية الإثيوبية، وأنا لا أستبعد أنه كان شكل من أشكال التماهي بين هذا وذا، لأن الوقائع التاريخية الآن تثبت ما طرحه كثير، ما افترضه كثير من المؤرخين والكتاب، أن هذا الرجل هو كان صنيع إمبراطورية إثيوبية بحتة ليس إلا. لكن جرى ما جرى تحت الجسور، وظهر كزعيم أو قائد لتنظيم معين بتوجهات معينة بأفكار معينة، وصنع إمبراطوريته ودكتاتوريته، صنع من الثورة إلى الدولة، ولا زال يمارسها على أوسع نطاق ونهارا جهارا أمام الأشهاد، ولا حراك لمن تنادي. وبالتالي وضع كل هؤلاء وكل من يعني يرى فيه أنه رجل مخلص لقضيته ولشأنه ولشعبه، رأى فيه عدوا متربصا ومنافسا خطيرا، ولا بد من إزالته من على الوجود. ومارس هذه الفلسفة وهذه الفكرة إلى أن يعني أنا دائما أقول، يعني هذا الرجل عندما يتذكر لأصل إلى هذا الحكم الدكتاتوري، كم من الناس أزلت، كم من العقول قضيت، كم من الشخصيات والمفكرين أعدمت. لو تساءل هذا السؤال
طبعا انا اقول ممكن ما مش ما ينوم ليله، ممكن ما ينوم ليالي يعني ان كان فيه ضمير، لكن الدكتاتوريون يعني ليس لهم ضمير، ولذلك يباد من يباد ويقتل من يقتل ويشرد من يشرد وليس هنالك. فلتستمر سياسته ويبسط له الامن والاستقرار والناس يغنوا له ويعملوا له كل الاتجاهات، حتى لو تم افراغ البلد من ناس كلها. عموما عزيزي المشاهد، انا في تصوري انه لو جينا انه الدكتاتوريه دي صنعتها فكره بتاع تنافس او يعني تنازع، كان قد يكون مبررا حتى في الحته دي ما في تبرير، لكن لو افترضنا انه كانوا منافسين لهذا الحاكم بامره، فصنعت منه تلك التخوفات دكتاتورا تسلطيا قد تكون مبرر. لكن كل التاريخ الذي نعرفه لم يظهر واحد من أولئك أنه منافس خطير يعني يمكن أن يهدد كيانه ورؤيته وسياسته وفكره في الإمبراطورية والهيمنة. هو الآن إمبراطور، إمبراطور بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. توقفت لتلك ال معليش يعني، ولا زالت جاتنا كل ما ذكرنا اسمه يأتينا ذلك. عموما فالتاريخ أثبت أنه هذا الدكتاتور لم ينافسه أحد في سواء في فترة الثورة أو في فترة ما بعد الدولة، بل هناك من قدم له ولاء الطاعة دون مقابل، دون مقابل قدمه ولاء الطاعة. حتى لو استثنينا فترة الثورة التي لم يكتب كتابها أو لم تفتح صفحاتها على الشكل الحقيقي الذي عاشته ثورة التنظيم الذي قاده هذا المجرم الدكتاتوري، لكن لو أخذنا حتى فترة ما بعد 91 عندما دان له الأمر، كثير من حتى من المنافسين له الذين يظنهم كثير من الناس أنهم منافسين لكن في الحقيقة هم ما منافسين، قدموا الطاعة العمياء والولاء المطلق إلى أن ترسخت في ذهنية الشعب الإريتري برمته. وأنا أقول هذا الكلام بثقة، إنه هذا يعني والعياذ بالله إنه هذا رجل. وقالوها كثير من الناس اللي قادت فكر وقادت هناك، قالوا والله كنا نرى هذا الرجل كالإله يعني، والعياذ بالله يعني كالإله ينظر إليه. فمن كان معاه داخل التنظيم وخارجه ينظر إلى هذا الفرعون والديكتاتور كإله. هذه العقلية بالمناسبة وهو تفنن فيها وسخر لها كل آليات التسخير والانبطاح والانبراش على لغة الناس مجموعة السين زائد عين، فخلى وكرس لها كل أدوات التأثير، الإعلام والمبدعون عموما والأكاديميون والمثقفون والكوادر العليا وكل ما في البلد سخروا لإثبات في عقلية وذهن هذا الشعب إنه هذا رجل ليس كمثله شيء والعياذ بالله. وبالتالي هذه الحالة صنعت منه دكتاتور وفرعون ينفذ كل ما يراه هو وليس غيره. وبالتالي أنا أقول لا، لا المنافسة خلقت منه الدكتاتور، ولا التخوف مما يمكن أن يعني يقوم واحد يقلبه صنعت منه الدكتاتور ويقول أنا فقط ليس أحد غيري، ليس أحدا غيري أو غير ذلك. وبالتالي هذه العقلية التي هيمنت عليه وخلته رجل يرى في كل شيء حتى في ظله أحيانا بيشوف إنه هناك عدو متربص، وبالتالي خلق من نفسه هذا الإمبراطور ديكتاتور
يمارس كل ما يود ممارسته في هذا الشعب، وطبع هذا الشعب أكثر من 31 سنة في عقلية معينة في سياسة، إلى أن دمق هذا الشعب خلاه لا يفكر، حتى لا يفكر في كيفية التخلص والخلاص من هذا الكابوس الذي تعيشه البلاد والعباد بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا أقول يعني هذا الدكتاتور صحيح أنه هو هيأ نفسه وخلق له شكل من أشكال الآليات، ووظف توظيف كامل، وظف فيها علماء البلد وجهلاء وأغنياء وفقراء وكل الخلق الموجود فيه، أنه ما في زول يتكلم فيه. هذا الكلام الذي نتحدث عنه كثير من الناس بيشوفوه شكل غريب يعني، بل فيه شكل من أشكال الجنون يعني. هكذا طبع هذا الدكتاتور الشعب. أنا لا أقول الشعب الموجود في الخارج لوحده، حتى في الداخل في كمية، في قدر كبير، قدر هائل من هذا الشعب هو مستسلم لهذا الأمر، ويرى في هذا الدكتاتور هو الذي لا يأتيه الباطل والعياذ بالله، وطبعه هكذا. ولو لم يكن كذلك، قراءة للتاريخ، لا يمكن أن يحكم هذا الشعب الذي يتبجح ويقول إنه هزم ديكتاتوريات وهزم استعمار وواجه معسكرات شرقية وغربية، كل ذلك شيء من التاريخ، نعم. لكن سؤال يطرح نفسه، كيف لا يستطيع هذا الشعب أن يحل عقدة المشكلة التي يعيشها؟ وكل يوم من البلاد في انحدار وفي هاوية سحيقة، ومن يكذب هذا المقولة، هذه هي البلاد التي تعيش اليوم، وستعيش هذه الأزمة أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بهذا الشكل. احنا ما شفنا والله شعب في الدنيا، شعب في الدنيا، مع كل احترامي لهذا الشعب المناضل، أنا قلت يعني الناس الثوار الحقيقيين والناس الأبطال ما فاتوا، انتهوا، مشوا يعني. نحن بنعيش على، نحن والله أكاد أقول شعب لا نستحي يعني. بطولات وجسارة لا ينكرها إلا زول جاحد ولا يعرف التاريخ. هذا الشعب كان فيه شعب مناضل، شعب يعني صنع المعجزات، لكن والله هذا الجيل الموجود لا يستحق ذلك التاريخ أبداً. وإلا كيف تستمر طامة هذا الشعب ويساق كالهوام ويساق كالبهائم والمواشي إلى أي اتجاه يقود هذا الدكتاتور؟ لذلك يعني لم يشهد التاريخ إنه ناس يؤيدوا هذا الدكتاتور وهذا الفرعون وهم المكتوين حتى داخل الأسر يعني، على نطاق الأسرة لوحدها تلقاه من يؤيد ويصفق ويعمل، وهو منكوب في أبيه وأمه وأخيه وبنيه وذويه، تلقاه أول المطبلين وأول المصفقين. لذلك هناك مشكلة. أنا لما طرحت السؤال، من منا نازع هذا الدكتاتور في حكمه ونافسه وهدده، أو يعني ربما يقلب عليه الحكم؟ التاريخ كله أثبت أنه ما فيش ولا حد، ابن آوى، ابن يعني ابن أنثى عفوا، إنه نافس ونازع هذا الدكتاتور الحاكم بأمره. طيب لماذا يستمر في هكذا سادية وديكتاتورية؟ لأنه هذا هو قراره، لا بد أن نذيق هذا الشعب كل المرارات، وكل المرارات ذاق هذا الشعب من تهجير وقتل وحروب واعتقال وسجون وتشريد وتهميش وتضييق وتأميم وإهانة ما لا، ما في حاجة ما عمل هذا الدكتاتور، وإلى الآن هو الحاكم بأمره، ويصفق له كثير وخلق كبير من الناس. يبقى إذن المشكلة، هل هي مشكلة هذا الشعب أم مشكلة الدكتاتور؟ الدكتاتور هو ينفذ ما يتراءى له، وعنده خطة وبرنامج، سيلقى مصيره بهذا الشكل. يبقى الشعب أنا هو جزء من هذه الدكتاتورية. أنا والله أحيانا أقول إنه لماذا نصوب اللوم دائما على هذا الدكتاتور وحاشيته
أين هو الشعب؟ أين الشعب؟ أين هو من هذا الخلاص؟ احترامي الكامل للعمل السياسي، احترامي الكامل للمعارضة، احترامي الكامل للمقاومة، احترامي الكامل حتى للهمس والهمز الموجود تعد حزب الكنبة والما عارفين يعملوا حاجة وكده بتاع، كل ده مقدر، لكن في المحصلة النهائية كل هذا هو الشعب. فكون الشعب ما قادر يعمل خلاص لأزمته السياسية، أزمة الحكم، أزمة الإدارة، أزمة القيادة، يا أخي انظروا إلى هذه القيادة التي تقود هذه البلاد، انظروا إليهم بالله في 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 شخوصهم وإمكانياتهم، أكل الدهر عليهم وشرب، شاخوا في الوزارات حتى يئسوا وسئموا منها. والله أنا في ظني أي وزير اليوم موجود في هذه الطعمة يتمنى بس يرمي له الدكتاتور ورقته يقول له يا زول خلاص ما دايرين، يمكن يعمل احتفال لو أذن له بذلك، إذا أذن له الدكتاتور يعمل احتفال يقول الله هذا الهم اللي كان مثقل 30 و 32 سنة وزير، يا أخي 31 سنة وزير، دي وزارة شنو دي يا أخي؟ 32 سنة وزير هذا الشعب. الدول اللي حولنا بالله يشوفوا كم حكومات مرت على بلادهم، اخذوا دول الجوار بس، السودان شهد كم حكومة، إثيوبيا دي شهدت كم حكومة، الصومال، جيبوتي وإن كان متشابه شوية، انظروا إلى المنطقة العربية دول الجوار، حكومات ووزراء، مش وزراء، حكومات تبدلت، حكومات تغيرت، نحن لازلنا بالحكومة المؤقتة حتى تاريخ، ومن يثبت غير ذلك هو فليأتي إلينا. هذه حكومة مؤقتة، وزراء مؤقتين ودائمين، تناقضات غريبة في تركيبة هذه الحكومة وبمعنى تركيبة هذا الشعب كله يعني. ثبات وانحدار شيء غريب. ولذلك أفيدونا أيها الناس، أنا أعيد السؤال مرة أخرى، من منكم نازع هذا الدكتاتور في حكمه وفي سلطته حتى يمارس فينا كل هذه السادية وهذا الاستعباد وهذا الاحتلال؟ نتمنى انه تجيبوا على ذلك السؤال، حتى والله جاوبوا كذا، انه حتى لو ما راسلتونا جاوبوا في جلساتكم هنا، لماذا هذا الهوان يعني، ليش والى اين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المشاهدون الكرام، اكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من برنامج اتجاهات، نلتقيكم في اتجاه اخر، حتى ذلكم الحين تحياتي لكم أحمد الشريف برفقة أخونا عوض هداني في المونتاج وزملائي في القسم العربي جميعا أبو هاشم وهيابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.